خلي بالك يا اختي، ربنا لما خلق الراجل خلقه راجل وخلقك انت انثى. قال في سوره النجم: وانه خلق الزوجين، الذكر ادي الراجل والانثى ادي المراه. يبقى في ذكر وفي انثى. مش من النهارده بقى يقول لك ايه؟ لا لا، مساواه الرجل بالمراه، هي زي الراجل والراجل زي هي. الله الله، الراجل راجل والست ست، الديك ديك والفرخه فرخه. الله، عمر الديك ما هيبقى فرخه. والله عمر الديك ما هيبقى فرخه ولا الفرخه هتبقى ديك. هما بتقوم اذا كانت واحده طالعه في الاعلام بتقول لك انا بمشي في الشارع مش حاسه بانوثتي. طب احنا مالنا ومالك؟ احنا مالنا ومالك؟ انت وانت انثى، انت ولا شكل انثى انت؟ شوف والله العظيم. ويطلع واحد في البتاع ده الاعلام برضه يقول لك عادي، ايه اللي عايزين يغطوا المراه؟ تغطوا المراه ليه؟ الله، دي زي اختي، ده انا لو شفتها عريانه اغطيها. يا نمس يا نمس يا مجرم، تقول لي لو شفتها عريانه اغطيها؟ ما هي المراه هي ضحيه، راجل راجل والست ست. فكروني بنكته ظريفه قوي، بيقول لك احد الملوك بتاع الحكام المتنيلين طغاه رايح يزور مزرعه بتاعت فراخ، فبيقول لي صاحب المزرعه: هو كل فرخه بتبيض كام بيضه؟ قال له: والله يعني بتبيض بيضتين على قدها. قال: لا، كل فرخه بتبيض 5 بيضات. يا عم انت حلو. انا قلت كده، انت يا فرخه انت وهي، انا جاي بكره اللي مش عليها جايبه 5 بيضات هقطع رقبتها. خلاص خلاص خلاص. جاء تاني يوم كل فرخه جايبه 5 بيضات الا فرخه جايبه بيضه. راح عندها كده، انا قلت مش 5؟ قالت له: طب بس هات ودنك. فبيديها ودنه كده، قالت له: استر علي عشان انا ديك. الله يخرب بيته وخلوا الديك يبيض.